وعن آخر تطورات الحريق المندلع في السلسلة الجبلية الممتدة بين برج السدرية وجبل بوغرنينة، أكد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية أنه تمت السيطرة كليا على كل الجيوب النارية بفضل تضافر كل الجهود والعمل طوال الليلة الماضية، موضحا انعدام أي دخان منبعث على طريق السيارة تونس الحمامات، وهو من مخلفات جيوب النار التابعة لحريق جبل بوغرنينة. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريع. أهلا بكم سيد العميد. إذن تمت السيطرة نهائيا على كل الجيوب بالسلسلة الجبلية بجبل بوغرنينة. مساء النور. بالفعل هو الوضع حاليا هو تحت السيطرة الكاملة على الحريق. الحريق مثلا من خلال اخماد كل الجيوب النيران اللي اندلعت على السلسله هذه. كما تعرف نحن عندنا بعض الجيوب قاعد تندلع من حين لاخر بفعل الرياح. نحن تو حاليا تم السيطره عليها وتم اخمادها جميعا، ما عندناش انبعاث دخان. حاليا في مرحله تبريد ومراقبه الوضع. الامكانيات الكل موجوده على عين المكان، ما زالت متمركزه للمراقبه والقيام بعمليه تبريد والتدخل ان تطلب الامر. الحقيقه نعم، تفضل سيد العميد. في الحقيقة الجهود ما تتواصلت كما قلنا لمدة 5 أيام، طوال لمدة 5 أيام. في النهارين هذوما الأخيرة كان التعامل خاصة مع جيوب النيران هذه اللي تندلع كما قلنا من حين لآخر بفعل الرياح واللي هي مخلفات الحريق. آخر الجيوب النيران كانت البارح حيث اندلع مساء أمس بجبل بوغرنين على مستوى محطة الاستخلاص، يعني جايب النار كان كثيف، كان قوي النيران هذه مع انبعاث دخان كثيف اللي كان يعني مصدر قلق لمستعملي طريق السيارة واللي قلص في مدى الرؤية. تم التعامل معه من خلال توجيه وحدات أطفال مترجدة من الحين مدنية وبمساهمة من الجيش الوطني وكذلك وبدعم جوي من جيش الطيران من خلال تسخير طائره هليكوبتر. وامكن في فجر هذا اليوم اخماد هذه الجيب نهائيا. وكما قلنا نحن وحدتنا ما زالت متمركزه غاديكا لمراقبه الوضع. نعم، الناطق الرسمي باسم الحمايه المدنيه العميد معز تريعه كنت معنا مباشره عبر الهاتف، شكرا جزيلا.